جنيه ونص ليه؟ ما عند الراجل اهو ما يكملوش نص جنيه. روحي يا اختي اتكلمي عنده، هنا دي ب 50 قرش ولا عايزه تحبي ببلاش. امسك والنبي ما جاي متكلم عندك تاني. اديك شايف يا اخويا كان بيتكلم مين؟ مالك انت يا جدع بتكلم مين؟ خليها في اللي احنا فيه. خلاص خليها في اللي احنا فيه، بقول لك خش معايا في السكه. مش هينفع. يعني انت لا بترحم ولا عايز رحمه ربنا تنزل؟ يا ابني المضلمه بحث التليفونات والشركه لو خدت خبر هتبقى مصيبه. وياخدوا خبر منين بقى؟ انت بتهددنا يا عاطف؟ انا مش بهددك يا صاحبي، انا بقريك على اللي فيها وده ممكن يحصل. اما يحصل بقى يبقى يفرجها ربنا ويبقى حسابي معاك يا عاطف يا طاير. خد يا توشكا. يا توشكا يا توشكا، الموضوع ملوش علاقه بيك، يعني ممكن يكون حصل مع ناس تانية. لا ما هتاخد عليا انا برضه، بقى لي مؤاخذه يا راجل قوي من صغري، ولا حد خد في مواسير ولا حد عمل لي حاجه غلط. اسمع يا توشكا، انت هتقول الكلام اللي احنا كتبناه لك في الورقه زي اي ممثل في اي مشهد. يعني انت بتستدعي اداء معين كممثل او حاجه شبه اللي انت هتقولها حصلت معاك او مع حد غيرك، وعايزين نشوف ادائك بقى يا فنان. وعلى فكره انت كنت هايل في الدخله البلدي، اوفر اكت فعلا. الله يخليك يا استاذ. الحلقه دي هتتذاع امتى؟ لسه في المونتاج، البرنامج بتاع النهارده هيتذاع الاول. ماشي. انا مش عايز السلويت التقليدي الابيض، حط لي احمر على البروجيكتور. الله يا استاذ، احمر يعني جنس، ربنا يوفقك بسرعه. اسكت بقى يا توشكا وركز في الكلام اللي في الورقه. ماشي حاضر. انا اسمي عادل بليه. ايه بليه؟ توشكا قول اللي في الورقه. ما هو مكتوب في الورقه بيغتصبني، وانا مش عايز اقول بيغتصبني دي، بص خليها اعتدي عليا والمعنى واصل يعني. يا عم الاستاذ قول النص المكتوب. وما تقلقش يا سيدي، انت مش باين قوي. ماشي ماشي. وبعدين في واحد كمان اغتصبني مره. بقول لك ايه يا ريس، بلاش حكايه اخويا اغتصبني دي. ستوب. ارحمني بقى ولا نشوف حد تاني. لا لا خلاص يا استاذ هعدي، بس هو لازم يعني يكون اسمه عادل بليه؟ لا يا سيدي، اي اسم. اي اسم؟ صور يا بيه. 3 2 1. انا اسمي عاطف الطاير، وعندي كافيتيريا وسنترال في عزبه حليمه. وانا صغير كان الاستاذ بتاعي بياخدني في حته مقطوعه اسمها المواسير، وكان بيغتصبني جامد قوي قوي، وانا اقعد اقول له بلاش حرام بلاش، بس انا كعاطف ببساطه. هايل يا توشكا. ازاع امتى ده يا باشا؟ ضارب بطايق وحرق خطوط. طلع البسكليت على الهواء. اتشردت يا توشكا؟ لا مش انا مش انا، انا بتاخد في المواسير وبتقطع. ده وانت صغير. انا كعاطف ببساطه. ما مش عارف ايه اللي خلاك ببساطه، مع انها حاجه تقرف. بص انا لسه انا والعيال شايفينك في التلفزيون زينا زيك. شفت عم عاطف في التلفزيون يا عيال؟ اه شفناه. اه يعني هطلع سرك بره؟ ما تجننتش يا ام يا توشكا، قميص حي الاشجار ده قميصك كنت لابسه. يا عم قميص ايه، انت عبيط ولا ايه؟ هو لو انا هلبس نفس القميص برضه يخلق من شبه القميص 40 و90 ولا؟ اه شفت. بص مش هتعرف ان انت ظلمتني ولا لا؟ بقول لك ايه الدليل اهو. دليل ايه؟ الخاتم اللي كنت لابسه. خاتم ايه يا عم؟ انت جننت في اسنانك اهو. بص شفت؟ عرفت بقى انه تعرض خواتم؟ انت سرحت في التلفزيون. ده انا افتجقت والناس كلها افتجقت. افتجقت عيال؟ اه افتجقنا. اه شفت كلنا افتجقنا. لا هو المايك بس دلوقتي، الكاميرا لسه شويه لما ناخد على بعض. حرام عليك كده كفايه، انا نفسي اشوف بقى، مش هقضيها صوت. عايز تشوفني؟ لو عايز ابعت لي رقم كارت شحن ب 50 جنيه، لو عايز تشوف كله يبقى بمية. اوكي ها. ايه رايك استاهل كارت ولا خط في حاله؟ ده انتي طلقه يا بنت، يلا اقلعي. اقلعي واحده اقلعي النضاره. لا كله لا كده. طب ما ندخل على تحت شويه، ولا اقول لك خلينا فوق. لا ده غالي قوي قوي. هبعت كمان كارت ب 50، خدي رقم اهو. الو ايسر. لا لا انا خلاص جهزت الجزء من الفلوس وجايالك، يا دوبك مسافه السكه. يلا باي. ها وصلت خلاص ولا لسه عايز تسخن اكتر؟ افتح الكاميرا بقى، انا على الباب اهو، خلاص قربت. مد ايدك وابعت. الكروت خلصت، هبعت بكره اجيب لك، او دلوقتي هبعت اجيب بعد ساعه، بس والنبي كملي دلوقتي. لا يا حبيبي ما اعطلكش، لما يكون معاك كروت ابقى كلمني. باي باي.
حولت لك النهارده 100 جنيه يبقى الحساب كده 300. ماشي يعني انت عايزه 200. 200 ايه؟ ايه التلت اسمه الحق. ماشي يا صعاب، بس ادي حيلك شويه، الشغل مريح كده ليه اليومين دول؟ اصل هعتذر. بقول ايه؟ ها؟ لو عايزه تحولي من ديجيتال للايف احنا في الخدمه. ده حلو الواد ده حلو الواد ده حلو الواد ده حلو سابق سنه. عاوزك في موضوع ملح. معلش يا حبيبي، عندي ناس جوه قرايبي استنيها على نص الشارع كمان ربع ساعه. طب بقول لك ايه، الجرح اللي في حد ده باين انه مش باين ولا مش باين انه باين؟ مش باين. يبقى باين. مين دي؟ لوليام وحسين، كانت عايزاني في مصلحه، قلت لها تعدي عليا كمان شويه. يعني ايه تعدي عليك كمان شويه؟ يعني تنزل وتعدي عليا بكره. ايه ما شبعتش؟ انت تشبع منك اوز الزمان. هي فين الوصولات؟ يا دي الوصولات، هذه يا ست الإيصالات، هذه يا ست الإيصالات. إيه ده؟ دول ناقصين؟ أنت عليك 11 شهر إيجار، كل شهر بإيصال وكل إيصال بوصال. ليه؟ وأنت ما اتكيفتش دلوقتي يا أخويا بال 11 شهر دول؟ ما زعليش منك يا أشجان، أنت منين وطفشتي وكنت بتبعتي لي شهر إيجار و10 لأ، وأنا من أصلي ما طردتش أختك في الشارع وأختك ما بتعرفش تدفع أشجان. أسره، هتديني بقية الوصولات إمتى؟ كمان 5 6 7 8 مرات كده تكون ده. ليه ان شاء الله؟ تكونش يا اخويا فاكرني مره صايده مع ناصة الشارع بتعمل كده بلقمتها؟ بقولك ايه؟ انت ليك في ذمتي مرتين كمان ونبقى خالصين. لا. مش عايز، عايز فلوس. مد قليل البخت يقعد الكلب في المولد. اتعرفت على راجل قبضايا جامد واتجوزته. قلت خلاص هو ده اللي هيستتني والدنيا فتحت لي دراعاتها. اكيد تسمع عنه صلاح معارك. جوز صلاح معارك نفسه؟ ايوه نفسه. عشت معاه في ايام عز لحد ما جه يوم اسود واتقبض عليه واهله ولاد الكلب رموني في الشارع. اتمرمطت في المحاكم لحد ما خدت حكم بالطلاق. الله يخرب بيت اهلك، انت اتقبلت يا بت؟ طلع من صلاح معارك غصب عنه. ده قال لي ما فيها لو خرج من السجن هيذبحك انت وابنك. ما كنت عايز نعمل ايه؟ اقعد سنين على ذمه راجل ولما يخرج من السجن يا عالم هيبقى لسه باقي عليا ولا لا؟ عرفت صعب عليا يا بنت الايه؟ هبعت لك الاصابات الباقيه. ماشي يا اشكان. جوز الزمان. ولما انت شريفه قوي كده بس مين اعمل اللي اعمله ده ليه عشان اصرف عليكي؟ انا بصرف على نفسي من ساعه ما انت مشيتي. بأمرت ايه يا اختي؟ بأمرت الايجار لسه بتسددهولي دلوقتي؟ انت بتعايريني يا اشكان؟ لا تعايريني ولا عايرك، الهم طايلني وطايلك. توشكا توشكا تعال اركب. اركب يا اخويا. كمين عندك فوق يا اشجان؟ دي البنت بنت خالتي اللي عايشه في المعصره بتسكت وتيجي تطال عليا. انا بنت خالتك؟ انت برضه مش مصدقني؟ طب هو اصحى مش شايف بنت خالتي؟ راح فين حلك؟ اطلع على الموقف يا عم، هروح السيما. انت رايق قوي، هو دلوقتي سيما؟ خلاص نطلع عندك الشقه، انا بصراحه بقى مزنوق على الاخر. لا مش هينفع، البنت فجر رجعت. ايش طيب يا جماعه تخلصونا بقى يا عم. قلت لك اطلع على الموقف، ما تشوف انت سايق. ايه ده يا توشكا؟ ايه؟ هديك الباقي وانا نازل، هدولك فرد. ما تعوقش، مش عايزين مشاكل. انت فاكرني بنت هبله ولا بنت سوابع عشان تجيبني مكنه زي دي؟ خايفه من ايه؟ داخله مع فانوس العيد ولا مع كحت المولد؟ عدي. انت جايبنا فين يا توشكا؟ وايه كل الحاجات دي؟ هي البتاعه دي بتاعت ايه؟ دي بقى السحر يا بت. المكنه دي تدور تلاقي عالم قدامك. ده بيحب وده بيكره، ده بيقتل ده بيتقتل، ده بيتولد ده بيموت، دي بتطلق دي بتزغرط. سيما يا بنت سيما. ايه اللي تعمله ده؟ ايوه التاريخ ده مهم قوي، التاريخ ده ينفع خالص. تاريخ مين بقى؟ تاريخ نابليون. اوه عال عال عال. بس تعرف نابليون وهو قد حضرتك كان تمام يطلع الاول من الفصل بتاعه مش التاسع. وتعرف كمان يا بابا نابليون لما كان قدك انت شايف يا بابا الامبراطور نابليون كان بيقول وانت مش عايزنا
الامبراطور نابليون يرقص يتشقلب يبرشم هو حر. ابو نابليون عايزه يرقص.